الرحمن الرحيم، ولا نزال نعيش في أجواء فرحتين، فرحة للإمارات وفرحة للعالم العربي والإسلامي كله. أما أجواء فرحة الإمارات فهي فرحة هذا الشعب بيومه الوطني، هذا اليوم الذي نقله في التاريخ نقلة نادرة حتى جعلت دولته ملء السمع والبصر في العالم كله، وذلك عندما قيض الله لهذا الشعب الزعيمين الراحلين اللذين لم يعرف التاريخ لهما مثيلا في أخلاقهما واجتماعهما في عصر واحد، الراحل العظيم الشيخ زايد والراحل العظيم الشيخ راشد، حيث نقل هذا الشعب نقلة عظيمة حتى وصل إلى ما وصل إليه اليوم مما تفتقر كل دول العالم إلى ما في هذا الشعب من نعم الله عز وجل، النعم المادية والمعنوية والسياسية. ثم الفرحة الثانية فرحة الهجرة، حيث انتهينا بالأمس من المرحلة المكية، تلك المرحلة التي صنعت عمالقة التاريخ ومرجعيات العالم إلى يوم القيامة. فما من نبي أتيح له من الأصحاب ما أتيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أصحابه الذين نشأوا معه في الفترة المكية وعانوا ما عانوا مما تكلمنا عنه بالأمس. ثم هذا التلقي الهائل والانسجام العظيم والاستيعاب الكامل لهذه الدعوة، حتى صار كل واحد من أصحابه الذين بلغوا الآلاف، كل واحد منهم صار علما في بابه نتحدث عنه في كل مجال ونرجع إليهم في كل قضية. وكما قال عليه الصلاة والسلام: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وصدق رسول الله. بالأمس وصلنا إلى نهاية العهد المكي، وقد وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وفي المدينة تبدأ مرحلة الدولة الإسلامية القائمة إلى هذا اليوم، من حيث أن هذه الدولة تتبنى المبادئ الرئيسية لهذا الدين أيا كان عنوانها. كل دولة دينها الرسمي الإسلام في كل أنحاء العالم، فإن شعبها لا يخرج عن هذه المبادئ التي جاء بها الإسلام، المبادئ الرئيسية. وها أنتم ترون أن هذا الاتحاد السوفيتي الذي بث الإلحاد في العالم، والذي حكم جمهوريات إسلامية قرنا كامل وهو يبث الإلحاد ويحارب المؤمنين ويمنع الأديان إلى آخر ما تعرفون، وما أن زال حتى عاد المسلمون إلى دينهم وكأنهم لم يفارقوه يوما. إذن وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وقد لقي استقبالا لم يلقه إمبراطور ولا ملك ولا حاكم في زمانه، كان احتفالا واستقبالا هائلا، وكلكم تعرفون تفاصيله. لقد قامت الدنيا ولم تقعد حتى ارتعدت أوصال المشركين لشدة ما لقوا ما رأوا من حب الناس لهذا النبي العظيم الذي كان قد سبقه أصحابه إلى الهجرة بعد أن بلغ التعذيب بهم ما بلغ، حتى أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة. ثم أذن للنبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة فهاجر وقد وصل. وأذن للنبي عليه الصلاة والسلام ومضاة يعبر بها عن نفحات الله، وإن لله نفحات فتعرضوا لنفحات الله. النفحة هي هدية الملك الذي يعطيها لواحد فقط. كل الملوك من سمتهم أنهم يهادون شعبهم، يعطون هداياهم في الأعياد في المواسم، سواء كان مادية أو معنوية أو مشاكل أو ترقيات أو إخراج من السجون، وهذا معروف في كل العالم. ولكن كل ملك ربما خص واحدا من الناس سرا بدون أن يكون معلنا، أو قد يكون معلنا
بعطية أو سنية أو هدية أو مقام لم يعطه لأحد غيره، هذه تسمى نفحة. فالنفحة إذن هدايا الملوك النادرة. فالله فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن لله نفحات فتعرضوا لنفحات الله، من حيث أن نفحات الله عز وجل مباحة لكل من يريدها، فإن الله لا ينفح واحدا وقد ينفح أمة بكاملها. فإذا أعطى الله نفحة أو أعلن عن نفحة أو أشاع نفحة من النفحات أو أعلن عنها، فإن لكل واحد الحق في أن يصل إليها وأن يأخذها، فعليك أن تتعرض لها، يعني كن مع الناس الذين يقومون بمحاولة الحصول عليها، لا تبتعد، لا تنحرف، لا تشذ، كن قريبا. يعني مثلا هناك نفحات لمن يصلي الفجر في المسجد، فكن معهم لعلك تصيبك هذه النفحة. هناك نفحات في ليلة القدر، هدايا عظيمة، أقيم هذه الليلة وكن مع الجماعة وتعرض، خليك موجود عندما توزع هذه النفحات لعلها تصيبك. إذن إن لله نفحات فتعرضوا لنفحات الله. من هذه النفحات هي التي عرضها عليه الصلاة والسلام ساعة ما وصل المدينة ولاقى ذلك الاستقبال الهائل، فانشرحت نفسه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك الضيق والضنك والعذاب والتعذيب والطرد، وتعرفون ما جرى في الطائف وما جرى في كل مكان. حينئذ بعد أن انتهى الاحتفال وهدأ الجميع وسكتت الأصوات وتعلقت أنظار الناس، أنظار المسلمين برسولهم الذي كانوا ينتظرونه، ماذا سيقول؟ فماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يقول في مثل هذا الموقف؟ ما كان يمكن أن يكافئ هؤلاء القوم الذين دخلوا في الإسلام قبل أن يصل إليهم، سمعوا بالإسلام وذهبوا إليه إلى مكة سرا، وبايعوه بيعة العقبة سرا الأولى والثانية، ثم بعث لهم وفدا من بعض أصحابه، وإذا بهذه المدينة مدينة إسلامية مسلمة. ثم كان هذا الاستقبال، فلما هدأوا قال: أيها الناس، افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. بسلام يعني لا حساب ولا عقاب ولا عذاب ولا خوف ولا فزع، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة. على ماذا؟ على جهاد، على استشهاد، على حاج، على صلاة؟ قال لا، هذه الأربعة. هو يخاطب مسلمين، وهؤلاء المسلمون يعرفون أركان دينهم، الصوم والصلاة والحج والزكاة. طيب، هذا على كل مسلم أن يؤديها وهذا معروف، ولكن ربما أنت تؤدي هذه الأركان وعندك مخالفات قد تشقيك يوم القيامة. وما أكثر ذنوبنا وكل ابن آدم خطاء. رب رجل يصوم ويصلي ويحج ويزكي ولكن عنده كبيرة، عنده كبائر ما تاب عنها مثلا. إذن ما هي المنظومة التي تجعلك برغم كل خطاياك، ما دمت من أهل القبلة، بكل خطاياك وما أكثرها، تدخل الجنة بسلام من غير حساب ولا كتاب؟ لماذا؟ لأن من نوقش الحساب هلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب هلك ومن نوقش الحساب عذب. إذا جابوك الحساب وكل صغيرة، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، حينئذ كيف تفعل وكيف تعمل؟ لابد أن تحاول أن تتجنب هذا الموقف. نجاتك الوحيدة الكريمة
العزيزة الذي تقيك السوء، تقيك الخوف، تقيك الخجل من الله عز وجل عندما يقرأ صحيفتك وفيها من الذنوب ما فيها. حينئذ أنت تتفادى كل هذا بهذه البشارة التي بشر النبي عليه الصلاة والسلام بها أصحابه من أهل المدينة عندما استقبلوه بمثل هذا، وهو ما ينطق عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، لابد أن الله عز وجل هو الذي أمره بأن يقول لهم هذا الكلام، وهذا أمر طبيعي. إذن كل ما كافأ به النبي أهل المدينة ساعة ما وصل إليهم على استقبالهم وعلى صبرهم وعلى إيمانهم وهو غائب عنهم واستقبلوه بهذا الدين القيم، وكانت الجمعة تقام عندهم قبل أن تقام في مكة، قال لهم هذه الأربع عبادات: افشوا السلام، وأطعموا الطعام، وأصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. من ساعة ما تبعث تجد من يستقبلك استقبال الملوك في أي باب من أبواب الجنة إلى الجنة على طول. نلقي الضوء من كلام النبي نفسه عليه الصلاة والسلام عن كل واحدة من هذه العبادات الأربع، حجوبة عجائب. لكي تدخل الجنة بسلام على شرط أن تكون أنت من أهل القبلة، ما عليك إلا أن تتقن هذه العبادات الأربعة فتدخل الجنة سالما مسلما، لا مسؤولية ولا وقف ولا حشر ولا حساب ولا عذاب، شيء لا يصدقه العقل لو لم يكن هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق. اتكلم كيف قال، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن كل واحد من هذه الأربعة؟ تسمع عجائب وأحاديث متفق عليها، هذه المشكلة. يعني لما يكون حديث رواه البخاري ومسلم وبالتالي كل أصحاب السنن صار قطعي الدلالة، من أجل هذا كأنك تقرأ القرآن الكريم في بعض الجوانب. إذن فهذه أحاديث تفسر لك لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام ساعة ما انتهت هجرته إلى المدينة فوصلها فاستقبل ذلك الاستقبال فبشرهم بهذه البشارة: افشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام. ماذا قال عن السلام؟ عن عبد الله بن عمر قال: جاء رجل فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ واحد مسلم جديد ويحب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ذكروا عبادتين من هذه الأربعة، حديث متفق على صحته. يا الله، قال له: خير الإسلام وأخير ما في الإسلام بعد الأركان طبعا أنك تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، كل ما تمشي بالشارع السلام عليكم. ولهذا هذه العبادة، ولا تدري لماذا سلطت عليها الأضواء حتى كادت تنعدم من بعض المجتمعات الإسلامية. ناس تقول جود مورنينج، وناس تقول بونجور، وناس تقول جود بونسوار، وبدأت يعني لما تقول السلام عليكم يقول لك هذا بلدي، لما تقول له مساء الخير أو صباح الخير. إلا في حقيقة في هذه البيئة التي نحن فيها الآن بما يسمى نسميه بالمنظومة الخليجية كلها بقيت إلى اليوم السلام عليكم وليس لها بديل. في العراق، في مصر، في سوريا، في المغرب العربي نادرة بونجور وبونسوار وسلام والله والله بالخير يعني لما تقول السلام عليكم يستغربون، هذا الرجال بعده مش مثقف يعني من فحينئذ هذه العبادة لو تقرأ ما فيها لعجبت. يكفي أن تعلم أن المسلمين إذا التقيا وسلم أحدهما على الآخر وتصافحا إلا تحاتت ذنوبهما كما تتحات الأوراق اليابسة عن الغصن اليابس. عندك غصن يابس فهزسته لا تبقى عليه ورقة لأنه يابس. هكذا بمجرد أن تلتقي بأحد الناس
تعرفه أو لا تعرفه، تقول السلام عليكم، غفر لكما، يقول غفر لكما من قبل أن تفترقا، فإذا تصافحتما فيتضاعف الأجر. هذا شيء عن السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، شوف هذه، شوف الناحية العاطفية، لا تؤمنوا، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، لأن البغضاء إذا شاعت تلغي الإيمان منكم. دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة. يعني تجد من المسلمين بالله يسلم عليك من يبغضك، من يفتي بقتلك، وهذا الآن شائع. يعني هذا التيار الذي كل واحد يدعي الإسلام، بعضهم يبغض بعضا، وبعضهم يفتي بقتله، وبعضهم يبيد بعضا، وبعضهم يشارك بعضا، وحتى يعني يصلي الناس في المسجد صف واحد لا يسلم أحدهم على الآخر، لأن كل واحد يعتقد أن الذي إلى جانبه مشرك. تصور هذا، يقول دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكنها حالقة الدين. والذي نفس محمد بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينك. وفعلا تخيل أن لك إنسانا بينك وبينه خصومة، أو واحد أنت ترتاب فيه، أو واحد غريب ما تعرفه، ما نقول لك السلام عليكم حتى تشعر وكأنك تعرفه منذ زمن وأن بينك وبينه مودة. هذه التحية عجوبة، تلغي خصام سنين. إذا لقيت عدوا أو رجل مجهولا أو من بينك وبينه حساسية، بالخطأ بالصواب، مقصود ومقصود، أحدكما كان جريئا، أحدكما كان صاحب شخصية قوية، كان رفيع المقام في نفسه، قال لك السلام عليكم تنتهي كل هذا، وبالتالي بهذا السلام عليكم تنتهي كل المشكلة ويغفر لكما كل الذنوب. تصور بتحية يغفر الله لك الذنوب، أي نفعة من نفعات الله هذه. نكمل بعد الفاصل. نعود إلى ما كنا نقول من أن هذه التحية جعلها الله مفتاحا من مفاتيح الجنة. في حديث صحيح يقول إن من موجبات المغفرة بذل السلام، من موجبات تجب لك المغفرة، إن من موجبات المغفرة بذل السلام، فما الذي يمنعك من أن تبذل السلام حتى لا يبقى عليك ذنب. يقول عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم خمس، إذا قصرت بواحد سوف يسألك يوم القيامة لما لم تعطني حقي. رد السلام هذا أولها، إذا سلم عليك لابد أن تسلم عليه، وإذا ما سلم عليك عليك أن تسلم عليه أنت، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة إذا دعاك إلى طعام عليك أن تلبي، وتشميت العاطس. حديث متفق على صحته، يعني دين. وحينئذ أولها رد السلام. تأمل، يعني في عيادة المريض واتباع الجنائز، وكلكم تعرفون أن هذه العبادات تخرج منها كيوم ولدتك أمك. عندما تعود مريضا لا يبقى عليك ذنب، تتبع جنازة نفس الشيء، وعندما تشمت عاطسا، وعندما تجيب الدعوة. يقول عليه الصلاة والسلام كما رواه أبو إمامة إن أولى الناس بالله يوم القيامة من بدأ من إن أولى الناس بالله يوم القيامة من بدأهم بالسلام. تعرفون دائما الملوك في كل مكان، هناك أناس مقربون منهم بالجلوس بالطعام بالمجلس، يعرفهم جيدا يقربهم. هذا اللي يقول هؤلاء أولى الناس بالملك، هذا الواسطة. إذا عندك شغل عند الملك تتكلم واحد من هؤلاء الوجهاء، أقارب أصدقاء الملك وجلسائه. يوم القيامة هكذا، أن لله جلساء يوم القيامة، مقصورة الرحمن. أولى الناس بهذا المقام الرفيع من يبدأ الناس بالسلام. فتأمل، يقول عن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفرق بيننا شجرة. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي ووراء الصحابة 10 15 20 ما ندري،
فأحيانا يمر بمكان شجرة تفرق بين الاثنين، واحد دخل من هنا واحد دخل من هنا، هذا طبيعة المشي في الشارع. فلما يلتقون بعد ذلك يسلم أحدهما على الآخر كأنه يراه لأول مرة، لمعرفتهم لشدة معرفتهم بفضل السلام. هكذا هو. يلا يا محمد فضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أريد أسألك سؤال، هل يجوز قراءة القرآن في البيت وأنا غير محجبة يعني؟ نعم يجوز. نعم يجوز، ففقط الصلاة لابد أن تتحجب يا مقاطع القرآن. الصلاة بس قراءة خلاص. القرآن وأنا بقرأ. يجوز يجوز يجوز، لكن الأفضل أن تضع شيء على رأسك. يعني الأفضل. إذا مثلا مرات الواحد بكاي يعني ما يعرف. يجوز يجوز. يعني يؤثم مثلا؟ لا لا ما يثم ما يثم. ولو نصكم مثلا وما في على الرأس في بيتي أنا قاعدة. خلاص ما يثم ما دام ما في رجل أجنبي. أقول لك سؤال ثاني. شوف الله كيف يعني بيجيني دوم خوف ورعب ووسواس دوم يعني ما هذا بعد. هذا بلاء العصر، كل الناس عندها هذا الشيء. قول يا الله عليك بالاستغفار، استغفري كثيرا كله يروح إن شاء الله. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلمنا أنه ليس فقط عندما تدخل على الناس تسلم، أيضا عندما تخرج من المجلس تسلم. يقول الحديث إذا انتهى أحدكم من المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. كما أنك ذكرت سلم، إذا قمت أيضا سلم على من تركتهم. هكذا. يلا يا أبو سعيد فضل. مرحبا شيخ، كيف حالك؟ حيا الله أبو سعيد. يا مرحبتين بك. أنا بسألك طول عمرك عن اللي حالي، قل لي يجوز إمام المسجد يصلي بالجماعة؟ يجوز طبعا يجوز، لكنه طبعا حلق اللحية حرام، وفي رأي أنه مكروه، لكنه الصحيح أنه حرام، ولكن هذا الحرام لا يمنع من الإمامة. يعني هو حرام. إيه لا يمنع لا يمنع. هكذا في حديث صلوا خلف كل بر وفاجر، انت مديك هذا الامام وبذنوبه مالك فيه، انت يصلي علي ان يصلي بكم صلاه صحيحه وخلاص. من مكملات احنا مكملات السلام ومضاعفه الاجر المصافحه، المصافحه هذه تجعل المغفره كامله. عن انس يقول ما من مسلمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. وعن أنس أيضا يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. ومثل الحديث عن حذيفة أيضا رضي الله تعالى عنه. يلا يا أمجد. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليك يا شيخ. مرحبا. عندي سؤال. أختي توفت قبل 25 يوم وعليها 40 يوم صيام، ومعها 4 بنات وولد، بس حسيت انهم يعني مش قادرين انهم يصوموا. هل ان انا اقدر ان انا اصوم، او بنتي، او ان احنا ندفع ادفعوا اللي ما يقدر يصوم ادفعوا عنها فدية. توكل بالله. القتادة قال يلا يا بشرى. اساله وطي يا ماما. تفضلي يا بشرى. يا يختي تفضلي. السلام عليكم. سلام. يعطيك العافيه شيخنا. عافيكي شيخنا. هلا انا المشكله اللي عندي بدي استشيرك فيها. هلا زوجي وقع في مشكله ووقفت معه، فبعد ما طلع عم بيغلط علي كثير، ما عم بعرف كيف يعني الغلط كثير، وعم بحاول اصبر وعم بحاول، فمش عارفه يعني شو اعمل معه. ولا تعملي شيء، اسمعيني شيخنا بس بالعلم، بس احكي لك انه انا حامل. يعني يا بشرى يا بشرى احنا عندنا الوقت ضيق، اسمعيني بس. ارايتي انسان اعمى؟ شفتي انسان اعمى؟ شفت. هذا كيف 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 بلاء وبلاء العظيم يمشي وما ما يشوف كل شيء؟ هل هناك اعظم من هذا البلاء؟ ما في اعظم. وفارق شفتي واحد بسرطان؟ شفتي واحد مسجون؟ شفتي واحد معذب؟ كل واحد رب العالمين جعل له بلاء. رب العالمين لما قال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات، ليش؟ على سواد عيونك يا بشرى، الذي بسبب الذي تعانونه من الأزواج وتصبرون. ثقي يا بنتي، أنت تصومين وتصلين وتحجين كل ما شاء الله، أعظم عباداتك يوم القيامة صبرك على زوج سيء،
وأعظم عبادات الزوج صبره على زوج السيئة ما لم تكن خائنة. حينئذ أنت رب العالمين أراد أن أجعلك في مصاف الصالحين يوم القيامة بالفردوس الأعلى. لا قال جاهدي ولا قال أنفقي ولا قال صلي الليل، قال لك أصبري على هذا الرجل وقل يا ربي إني أحتسب هذا لوجهك. يوم القيامة حتتمنين لو قطع قطع لما حشوف الجزاء من رب العالمين. توكلي بالله يا عبد المجيد. والله عبد المجيد. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخير آخر شيء، طبعا الأحاديث في هذا عجب، احنا جبنا 4-5 فقط للإستشهاد. يقول تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. والصالة بالمصافحة وبأن نتهادى. نرجع ثانيا على إطعام الطعام. يلا عبد المجيد. ألو السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. كيف حالك شيخ؟ حياك الله. شيخ لو سمحت في عندي سؤال بارات موضوع الحلقة طال عمرك. أي. شيخ لو سمحت أنا مقتر بدولة خليجية ومتزوج بدولتي، فأريد أتزوج زواج يعني يبعدني عن الحرام وما يوقعني بالغلط. طيب ما تزوج من مسكك من قال لك لا؟ طيب الطريقة شيخ طال عمرك في زواج متضحى زواج مسيار، أحب أستفسر على الموضوع حتى ما قاعد بغلط طال عمرك. زواج المسيار كل ما في أنه غير مسجل في المحكمة، تروح على بيت سلام عليكم السلام تخطب البنت من أبوها وتتزوجها بشاهدين، لكن ما تروح على المحكمة، يعني ما في عقد، يعني معناها زواج صحيح شرعا غير صحيح قانونا. يعني لو جاك ولد منها ما يسجلوا لانه مسجل في المحكمه، لما تشتري بيت لابد من تسجيل في الطابو. اذا هذا الزواج اللي تفضلت به حلال اذا كانت البنت موافقه وابوها موافق وعندك شاهدين، خلاص تزوجها. وفي الغالب تكون امراه كبيره بالسن ارمله او مطلقه يمكن ترضى فيك ان شاء الله. يلا توكل بالله. طيب يلا ابو علي. السلام عليكم يا شيخ. يلا ابو علي. طال عمرك في عندي سؤال، هل الصلاه في البيت اللي ليس له عذر هل هي تسقط الفرض عن اذا كان قريب على اذا كان قريب عليك المسجد ليس لك اجر؟ حديث صحيح لا صلاه لجار المسجد الا في المسجد الا من عذر. يعني انت جارك المسجد والجار هو الذي تسمع الاذان بدون سماعه، انت لو اذن بالصوت تسمعه فعليك ان تذن. لكن اذا صليت في البيت سقط فرضك. الصلاه لها وظيفتين، اولا اسقاط الفرض والخلاص من النار، والثانيه تدخلك الجنه في الدرجات العاليه. الصلاه في البيت بس تخلصك من النار ما تدخلك الجنه، هي الايه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه. الصلاه في البيت تزحزحك عن النار، لكن الدين ما بيحرج إذا عندك عذر تعبان عندك ضيف عندك مريض أو تكاسلت مرة مرتين. أما بشكل عام بشكل دائم المسجد جنبك مصلي في البيت أنت ما تدخل النار، لكن دخولك الجنة شوية متعثر. نرجع على طعام الطعام. طبعا لو تعرفون هذه اللقمة، يا الله يا الله، إن الله ليربي لأحدكم اللقمة حتى تكون كجبل أحد. الله أكبر. ولذلك قال ويطعمون الطعام على سيدنا علي كرم الله وجهه، عنده من الحسنات ما تعرفون، مدحه الله بهذا. قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، بهذه العبادة العظيمة. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. ولهذا ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع. ولهذا إن الله يأجر باللقمة صاحب البيت. إذا جاء عندك ضيف أنت مأجور، أنت أمرت تسوي غدا، ويوم يأجر الزوجة اللي طبخت والخادم اللي قدم، كل من شارك مغفور لهم لأنكم ضيفتم واحد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من طبخ مرقة فليسكب عليها الماء وليطعم جاره. لو تعلمون ماذا تعني إطعام الجار، يا الله، أن تطعم جارك حتى لو سندويشة تمراية، بس فرحه بشيء، أعطيه شيء أكل بأي شيء، عند الله أعظم من 500 وقت الصلاة في حيث من حيث أجرها العظيم. شو هذا؟
فلا اقتحم العقبة ويخفق رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. بغي يا جماعة بغي 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 يعني هذا ما في هي الخيانة حتى لو مرة قذرة. والله إن المرأة التي تخون زوجها أو تخون نفسها تساوي نعلا، ولهذا الإسلام يرجمها بالحجارة. هذه بغي سقت كلبا يلهث فغفر الله لها، كلب. فما بالك وأنت مؤمن بالله ومسلم وجارك مسلم وجارك مسيحي جارك يهودي، المهم جارك، ثم تطعمه طعاما من طعامك. يا الله يا الله لو تعلم مقدار. وهذا إلى عهد على طفولتي ما كان في كل العالم العربي والإسلامي، مستحيل واحد يسوي غدا أو عشاء إلا يطعم جاره، طبق طبق تروح للجيران والجيران يبعثون لك أيضا، يتهادون في هذا. الآن انقطع، ليش؟ صارت البيوت ما لم تعد حارة وستشيش ومدربونة، لا لا لا، صارت كل واحد حديقة وواحد ما يعرف جاره منه. الآن من يطعم جاره ولو بالأسبوع مرة بالثلاث أيام مرة من طعامه طبق واحد بديله. يا الله لو تعلم هاي كم قيمة عند رب العالمين، كم قيمته عظيمة. طيب هذا معروفة، يعني يقول إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دامت مائدته ممدودة ما دام عندك ضيف. أما هذا الضيف عجوبة عجوبة. ثالثا وصلوا الأرحام. الأرحام كل الذين لا يرثون منك إذا مت، يعني جدك أم أمك مثلا، أولاد أختك بنات أختك أولاد خالك، يعني كل من لا يرث من 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 تركتك، لا هو من أصحاب الفروض ولا هو من أصحاب العصبات، يسمى هذا من ذوي الأرحام. زين هذول لو تعرف ماذا تعني. يا الله اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، متفق عليه. يعني معنى ذلك أن عدم صلة الرحم تخل بالإيمان. وحديث آخر من البشائر، وهذا مجرب والله مجرب، لما أشوف واحد حنين على أقاربه ويعطيهم رب العالمين يطول بعمره ويعطيه مال، والبخيل الذي لا يراهم عمره قصير ورزقه شحيح. يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني عمره يطول، فليصل رحمه، متفق عليه. متفق عليه يعني قريب من القرآن الكريم من حيث أثره وصحته. حينئذ إذا تزيد رزقك يزيد وعمرك يطول أصل رحمك. والرحمون محبوبين، لا خليك من هذا الكلام. أنت عندك عم تحبه وخالي يحبك، لا لا لا، أرحام بعيدين عنك وما مسوي لك شيء وأحيانا يأذوك. أفضل الصداقة ما كان على الرحم الكاشح أي المبغض. والغريب جدا أن الأرحام يكرهون بعضهم. يعني أنت من تجيك، عندنا أمثال كثيرة بشعبية ولها أصل، الأقارب عقارب ما أدري شلون، وبعدين كلام حمى من الرجلين. وهذا واقع الحال، يعني أكو تحاسد. أنت شوف كل الأنبياء اللي أذوهم أرحامهم، النبي صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى أقاربهم اللي أذوهم. لكن هذول أنت عندما تكرمهم بلغت الذروة في الكرم. ولهذا عليك أن تعلم بأن صلة الأرحام عجوبة العجائب يوم القيامة. وبعدين انتبه زيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ. صلة الأرحام التي يعطيك الله عليها منزلة هائلة يوم القيامة، مو لما تكافئه. عندك عم، عندك ابن عم، أخ ابن أخ، خال ابن خال، عم خالة، سووا لك فضل وانت عاد كافأتهم على هذا الفضل، هذه موصلة، هذه هدية، سووا هم أصحاب الفضل عليك. لا لا لا، عمك عندك عام خال أخ فقير ما مسوي لك شيء تعطيه. ليس الواصل بالمكافئ، ليس المكافئ بالواصل، يعني ليس الواصل بالمكافئ الذي كافوا على شيء زين، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. هو بعيدين عنك أنت تروح عليهم، أنت تصلهم، هكذا هو الأمر. يلا يا أبو فارس تفضل. أبو فارس تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم وبركاته. أول شيء يا شيخ أنا أحبك في الله. الله يرضى عنك. ثاني سلمك الله، أنا عندي خصومة مع واحد من أخواني
وتعود على انه انا اللي ابدا بالسلام، واحنا كلنا كبار ومتزوجين. إيه؟ فما ادري وش اعمل معه، ويتباهى بهالموضوع هو. والله يا اخي هذا انت حظك الله يحبك يا اخي. تعرف يا ابو فارس لما يكون بس المجتمع ما يرحم. ما خليك المجتمع، خليك مع الله. المجتمع والله مش ما يرضى على احد. وليدي ثق، اذا سلمتم على بعضكم تقسم بينكم 79 رحمه. 70 رحمه لو قال هذول الاثنين سلموا على بعض، هذه 70 رحمه. 69 لمن بدا، واولاهما من بدا اخاه بالسلام سياتي بعد قليل كما قلنا بالسابق. فانت محظوظ ان هذا الاخ تصور مره صار خلاف بين سيدنا الحسن والحسين، والحسن اكبر تعرف من حسين، وبعدين طبعا سيدنا الحسين يعني هو الصغير وهو المتعدي، بعث لاخوه قال له يا اخو تعال صالحني. طب والمفروض يروح، قال لك لا مو هذا اخوي الكبير وانا اريد ان يدخل الجنه احسن مني، فاريد هو ياخذ 69 رحمه. فهذا اخوك اعتبره مثل هذه، اخوك يريدك تاخذ 69 رحمه وهو رحمه واحده، وشوف الفرق يوم القيامه. توكل بالله. نكمل بعد الفاصل. اذا هكذا هو الامر، اياكم وقطيعه الرحم تقصر العمر وتذهب الرزق، ويوم القيامه موقف صعب جدا. يوم القيامه على الصراط المستقيم لا تعبر الا اذا وافق رحمك على ان تقطع الصراط، والا يذهب بك الى النار. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه يقول الرحم متعلقه بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وهذا صحيح، قطعه في الدنيا والاخره. في الدنيا الذي قاطع يسموه القاطع، احنا كل العرب يسموه القاطع. القاطع هذا نعوذ بالله منه، رزقه متعثر، دائما مريض، يبتلى ابتلاءات، عمره قصير، رزقه قليل نعوذ بالله. وهذا الذي يرضى عنه رحمه يا الله مدلل. فعليك ان تعرف بان هذه احاديث متفق عليها، لا تتهاون. وبالتالي كما تصبح على مرض شديد اذا ابتلاك الله حاشاك بمرض، اصبح على الرحم الكاشح اذا كان هو سيء. اخوك عمك خالك اياك ان يقصدك بشيء وتقول له ما اعطيك وانت عندك، او تمر به وما تسلم عليه اطلاقا. هذا عن الرحم، والكلام به كثير، كلام به كثير. وهذا الحديث المتفق عليه لا يدخل الجنة قاطع رحم، حديث متفق عليه لا يدخل الجنة قاطع رحم، ما هي مزحة. صلى الله العفو والعافية. رابعا وأخيرا صلاة الليل، والحمد لله هذا من معلوماتي عن الناس وخاصة في الإمارات بشكل عام، من فضل الله نادرا ما تجد امرأة أو رجلا في هذه الدولة لا يصلي الليل. يعني هناك سبحان الله شعوب تختلف من مكان لمكان، شعب عنده فلان عبادة، شعب عنده فلان عبادة، شعب عنده فلان عبادة، ما مقصر بهذه. في الإمارات من فضل الله عز وجل قيام الليل عند النساء خاصة وعند كثير جدا من الرجال يكاد يكون كالفرض. نادر واحد في هذه الدولة من لا رجل أو امرأة من لا يصلي من الليل أيهما عم يتعب. وبعدين بعضهم يوقظ بعضا، يعني مجموعات من النساء مجموعة من الرجال يدق التليفون يا فلان اصحى وقت الصلاة الساعة 4:30 3، يعني المهم بعد الساعة 12 حينئذ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطبعا وعجوبة. يوم القيامة في ذلك الزحام الشديد والناس فازعة مرعوبة ينادي منادي أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فيقومون فيدخلون الجنة من غير حساب ويساق الباقون إلى ساحة الحساب. ولهذا يقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الليل أهل الليل، أهل الليل أشراف أمتي، أهل الليل أشراف أمتي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها بشكل عجيب، قال صلوا من الليل ولو ركعة، على أساس أن نظام الحساب يوم القيامة نظام الزمر كما تعرفون، تحدثنا عن هذا مرة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، والزمرة الجماعة المتخصصة في عمل واحد. فالمجاهدون مثلا حتى اللي يسقيهم ماء واللي يجيب لهم شاي واللي يناولهم الحصان ما دام جهده معهم
كما هو الآن في الجيوش. في الجيوش كل قسم من أقسام الجيش بيه سايق وبيه سايس وبيه شايش وبيه طباخ، كلهم زمرة واحدة يوم القيامة، هكذا يوم القيامة. فقال صلوا من الليل ولو ركعة ولو بقدر فواق ناقة، بحلب ناقة. حينئذ إذا فاتتك أن تكون من أهل الليل فقد فاتك خير كثير، وأصبحت مخيفا يوم القيامة في خطر. ليش؟ هذه صلاة الليل تغفر الذنوب، تغفر الذنوب جميعا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي نفسه كان يصلي حتى تورمت قدمه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بالليل، شوف صلاة النبي شلون يصلي بالليل، يقرأ بالركعة الأولى البقرة وآل عمران بالركعة الأولى، ويسجد يركع بقدر ما قرأ، ويسجد بقدر ما ركع، يعني من ساعة حتى يخلص ركعتين، حتى تورمت قدمه، وصلي 12 ركعة مدى 10 ركعات. فقل يا رسول الله، أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قلت الله غفر لك، قال يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني صلي ركعتين. قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ معنى هذا أن صلاة الليل ما هي فرض عليك، ولكنك أنت أحيانا أنت موظف عند الملك، عليك واجبات وظيفية تحاسب عليها، بس أنت تقوم بخدمة الملك، خدمة لا تحاسب عليها، لكن خدمة جليلة يحبها الملك حبا عظيما، فيقربك لأنك أنت تؤدي ما في قلبه وتتناغم مع عواطفه. هذا قال أشراف أمتي أهل الليل، ولذلك قال شو يقول رب العالمين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لا يستطيع العقل البشري بقوانين، حتى النبي صلى الله عليه وسلم الذي رأى الجنة ودخلها، ورأى سيدنا يعني بلال فيها، ومع هذا لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخيل ماذا أعد الله لأهل الليل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر. تفضل. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل حبيبي. شيخنا عندي سؤال مداخلة. أي. عندي زوجتي قبل تقريبا سنة أخذت، يعني كانت حامل واحدة زوجها بالعراق، وبعد ما رجعت وتحججت انه انا يعني ما عجبني العيشه هنا في يعني في الشارجه، ومتوفر لها كل شيء، وانا يعني رجل حاج بيت الله عده مرات زين، ف يعني شنو ايش تقدر تقول لها الها يعني من اجي هسه اقول لها انا، تقول لي ما عندي انا اي مشكله معك يعني زين، وما تريد ترجع تبقى هنا قريبه عن اهلها، وما تريد ترجع هنا، وهسه هي انجبت طفل هي والطفل، رحت زرتهم وشفتهم وحاولت وياها، بس احنا على صلح وما تقبل ترجع هي. يا سيدي الكريم اقول لك شيء، خياركم لنسائهم، ان الرجال قوامون يعني اصحاب الراي، والله ان عفوك وصبرك عن هذه المرأة التي عندها طفل تساوي كل عباداتك، ما دامت كريمة وشريفة وطاهرة عقلها شاءت تحب اهلها كذا، فخذها على قد عقلها، وانت حتى انت وجودك هنا تعرف ان وجودك هنا مؤقت، يمكن تلحقهم يمكن تجي. بعدين والله استغرب واحدة تحب العراق بهذا الموت اللي هو فيه، تترك الإمارات اللي هي ما في بعدها إلا الجنة. على كل هذا عقل حرمة، مش أقول عقل حرمة، عقل حرمة. ثم احنا ما سمعنا رأيها، يمكن انت بأذيها بشيء ما ندري، الله أعلم. المهم المطلوب منك الصبر عليها، وكلمة التليفون وقول تعالي يا حبيبتي يا أم فلان، ناديها بأم فلان، وإن شاء الله يوفق الله بينكما ويؤلف بين قلبيكما من أجل الطفل. هذا الطفل عندك يضيع وعندها يضيع، لابد من التقائكما. وكثير من الرجال الطيبين عنده زوجة والله العظيم ما تساوي نعلا، لكن صبر عليها عشان الأولاد. فأنت وفي نساء هكذا، في نساء عثر رجال ما يسوى فلسين، لكن صبر عليها عشان الأولاد. هذا الطفل يساوي عينيك وعينيها، فأصبر عليها ولا تتهور ولا تكون عراقي، خليك مصري. المصريين أهل وداعة، أنتوا يجب كراسة تطلع سجيرة تذبحون، شو ديش تسوروا ببعضكم. يلا يا أم سارة، تفضل يا أم سارة. ألو، السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. الله يطول بعمرك شيخ.
أبغي بس أسألك شو حكم الأب اللي ما يشوف عياله وما يصرف عليهم؟ لو لم يكن لهذا الأب ولا ذنب واحد، رجل حاج 50 مرة ويصلي كل الليل ويصلي 5 أوقات بالجامع ويصوم 2 وخميس وفتح مشارق أو مغاربها ورجال عظيم، لكن عنده أنه مضيع عياله على جهنم عدل، يقول عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أن يضيع عياله، إذا ما عنده غير بس هذا الذنب كفاية على جهنم عدل، خذي روح. يلا يا أم أحمد. السلام عليكم. السلام وبركاته. كل عام أنتم بخير. أنت بخير يا بنتي. عندي سؤالين يا شيخ. أولا، هل أهل الزوج يعتبروا حارة يعني صلة رحمي؟ شو يسوون؟ يعني يعتبروا لا أهل الزوج لا، إذا هذول رحم أولادك. أولادكم رحم، أنت مش رحمك أهلك أنت، أهلك وأهل أبوك وأهل أمك. طيب يا شيخ، سؤال ثاني، متى يعني زوجي ما يحبش يعني نقال الناس هلبة، يعني ما فهمت السؤال، يعني ما يخليني يواصل أهلي. لا 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 يجوز، لا يخل، هو طبعا طبعا من حقه أن يمنعك إذا كل يوم كل يوم كل يوم، لكن من حقك أن تزوريهم ولو بالشهر مرة على الأقل، لا يحق له أن يمنعك عنهم ولو بالشهر مرة واحد، بس شرعا هو آثم. ليس والدي يا شيخ، وإنما من عندك أعمامي أخوالي. وليش لا، ليش لا، هذا أرحامك، أرحامك هذول لا يمنعك منهم إلا إذا كان عنده عذر. يلا إن شاء الله، الله يلا بين قلوبكم. طيب، على كل حال رب العالمين عز على أهل الليل، رب العالمين إذا واحد استيقظ نص الليل وقام من الفراش وقام يتوضأ وقف يصلي، رب العالمين يجيب الملائكة الأعلى كلهم انظروا إلى عبدي هجر فراش حبيبه من أجل أشهدكم أني قد غفرت له. عجوبة صلاة في الليل، عجوبة. وحينئذ رب العالمين عز وجل الذي يباهي بكم الملائكة إذا صليتم بالليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشراف أمتي أهل الليل، وعدكم بأن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي ويدعو الله إلا استجاب له. وأنتم تعلمون بأن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل ويقول هل من سائل، وأنتم تعرفون هذا جيدا. إذن لب الكلام، خلاصة الأمر، أعظم العبادات بعد الفرائض صلاة الليل. صلاة الليل عجوبة، موقعها في الآخرة يوم القيامة، أعلام، أعلام الناس يشيرون عليهم بالأصابع، فإياكم أن تتركوا هذه العبادة ولو ركعة، ركعة قال بعد هذه صعبة عليكم، ركعة على الأقل ركعتين، توضأ صلي ركعتين ورجع نام، أو تستيقظ، استيقظ قبل صلاة الفجر. يعني الفجر الآن يأذن تقريبا حوالي الساعة 5:10 يا أخي، استيقظ 5:15 4:30 ما أنت حتقعد تصلي، هل 4:30 بالأربعة توضأ وصلي ركعتين، استغفر الله والمستغفرين بالأسحار، الاستغفار بالسحر لا يبقى عليك ذنب، استغفر الله بالسحر وصلي لك ركعتين تحسب مع أهل الليل. يوم القيامة تأتي زمرة، أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع وهم أهل الليل؟ وحينئذ لكي تكون مع هذه الزمرة العظيمة ورأسك مرفوع وتستقبل في الجنة استقبال العظماء من باب مخصص، حينئذ عليك أن، وبعدين شيء ثاني، إذا تعودت هذا يصبح عادة، قد تكون بالبداية صعبة، ثق أنت إذا تعودت هذا 40 يوم شهر كامل تستيقظ قد تلاقي صعوبة، وبعدين عليك أن تقرأ دعاء الاستيقاظ، اللهم لا تؤمني مكرك ولا تنسني ذكرك ولا تكشف سترك ولا توليني غيرك ولا تجعلني من الغافلين، وتقول وراها أيها الملك الموكل أيقظني في الساعة كذا. والله أنا كنت أمزح معهم وإحنا لما كنا شباب أشقياء، أقول يا أيها الملك الموكل أيقظني في الساعة 4:30 و5:03، والله العظيم من باب المزاح، والله العظيم في تلك الدقيقة يدفعون دفع من التريشة على الأرض، سبحان الله، هذا حديث صحيح. إذن وإذا تعودت تستيقظ تلقائيا، والله من فاتته ركعتا الليل فقد فاته خير كثير. يا جماعة ذنوبنا كثيرة، خليك أنت من ذنوب الكبائر، لكن هناك ذنوب يومية في اللسان، في الكلام، تقصير بالواجب، تقصير بالأهل، تقصير بالرحم، فيها غفلة وفيها يعني،
وحينئذ هذه تطفئها صلاة الليل، تأتي يوم القيامة وأنت في غاية النظافة. وهناك عبادات عظيمة مقدسة فيها شرف عظيم وفيها بركة من نفعات الله، من ضمنها صلاة الليل. المهم هذه الأربعة، إطعام الطعام وإفشاء السلام وصلة الأرحام والصلاة بالنيام، إذا اجتمعت، وأنا أعرف شخصيا أعرف ناس اجتمعت فيهم هذه الأربعة فهم من ملوك الجنة يوم القيامة. منو معانا؟ يلا يا سالم. السلام عليكم. حيا الله سالم. مرحبا دكتور. مرحبا حياك الله دكتور. عندي سؤالين. السؤال الأول، طال عمرك أنا رجل أعمال وفلوسي داخل وطالع يوميا، يعني ينفع لها الزكاة ولا ما ينفع لها؟ أقول لك سالم، أنت كل أهل الإمارات فيهم عادة حلوة، احنا في العراق برجب نأدي الزكاة، في الإمارات أول رمضان يعني طول رمضان، فرمضان الحسنة 100,000. فأنت يا وليدي كل واحد رمضان شوف ايش عندك تملك، ايش تملك على وجه الأرض، حتى اللي جالك قبل يومين هل عندك بيوم واحد رمضان زكي كله، وعند الله ما يروح شيء، توكل، لا تعب نفسك، هذا جاني وهذا راح، لا 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 لا. المقصد يا شيخ انه الزكاة فرض، هل هي مفروضة علي؟ طبعا ركن، كيف ركبك الصلاة؟ صدق انا لاني انا سمعت ولدرست انا ان الزكاة الفلوس لازم تحول عليها حول كامل. ما هو انت عاد انت بالحالة عاد توعد حسابك وزوجك باش كاتب ومكتب يقول لك هذا جاك فلان يوم، شو لك بالدوخة يا ابني؟ واحد رمضان احسب كل اللي عندك، لا تحاسب رب العالمين، لا توكي فيوكي الله عليك، ولا تحسب مع الله فيحسب الله عليك، قل له كن كريم مع الله يكون معك كريم، على هذا جاني وهذا شهر، صار فرق شهر وشهرين، ما حد يتعامل مع الله هكذا. انت واحد رمضان ايش تملك على وجه الارض؟ حتى اللي جاك قبل اسبوع، جاك شيك، جاك مش عارف كيف في السير، جاك قبل اسبوعين زكيها وخلاص، وكل بالله انت هذا حول وهذا ما حول ما تخلص. يلا ابو عبد الله. السلام عليكم دكتور. عليك السلام وبركاته. دكتور سؤالي بس عن المرأة الناشز، ما هي مواصفاتها؟ المرأة الناشز هي التي تخرج من بيت زوجها بدون عذر وترفض العودة. يا بعودة تعالي بنت الحلال، مثل ما قال لنا قبل شوي صاحبك العراقي، راحت وما تقبل ترجع، هذه تنذر إذا ما رجعت المحكمة تكتب على ناشز، يعني تسقط نفقتها بحيث ما تجب نفقتها على الزوج 3 سنين، إذا ما رجعت فعلا الزوج له الحق يطلقها هكذا. على كل حال أسأله تعالى أن يعيننا جميعا على أن نأتي يوم القيامة ونحن من أهل هذه المجموعة الرائعة العظيمة المنظومة الكريمة، نفشي السلام ونطعم الطعام ونصل الأرحام ونصلي، وإذا طعم الطعام خمس وليس عزيمة يومين، والله لو رغيف خبز أنت داخل في المحاسبة، لو تسلم على كل من تلقاه ما هي مشكلة، وصل لك ركعتين بالليل، وزور أعمامك أخوالك، ودي لهم ولو كاسة لبن. حينئذ تدخل في هذه المنظومة، وأصحاب هذه المنظومة يدخل الجنة بسلام بدون أي حساب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.